الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو الجميع أن يشاركوا الأطفال الاهتمام والرعاية احتفالا بيوم اليتيم. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. وزارة الداخلية تواصل المرحلة 12 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع أن يشاركوا الأطفال الاهتمام والرعاية احتفالا بيوم اليتيم. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، والذي يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة، وأن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم. وتابع الرئيس السيسي قائلا: أدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الاهتمام والرعاية لأنهم أمل مصر ومستقبله. أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. وأعرب الرئيس السيسي مجددا خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا. وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الدعم لإيطاليا في هذه المحنة، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول وجود أزمة في اسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن كافة مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون اسطوانة يوميا لتلبية كافة احتياجات المواطنين دون وجود أي عجز في المعروض. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاذ قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال. وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاذ قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضا من الساعة 5 مساء حتى 10 صباحا من أي يوم، منعا لانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأوقات. أصدرت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم بيانا للأمة الإسلامية بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث دعت هيئة كبار العلماء المواطنين للتجمع من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق. وأكدت الهيئة أن كل من يدعو الناس إلى التجمع من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتدي على شريعة الله، والمطلوب شرعا دعاء الناس في بيوتهم سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء وكشف البلاء عنهم وعن الجميع. وأضافت الهيئة أن نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية، لأنه عمل غير أخلاقي لما يستبطنه من جريمة الكذب ومن بلبلة الناس وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم والالتفاف حول ولاة الأمور في مواجهة هذا الوباء، وهو أساس القوة لأي مجتمع. وشددت الهيئة على أن احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغي تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى، فهو من باب تجديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حرمة من الاحتكار في الظروف العادية. وأضافت هيئة كبار العلماء أنه يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عام البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية،
وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد منعا لانتشار الوباء. وحول حكم مخالفة قرار ولي الأمر بإغلاق المساجد، أكدت الهيئة أنه لا تجوز مخالفة هذا القرار درءا للمفاسد المترتبة على المخالفة. وقالت الهيئة أنه يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها مقدما على موعد استحقاقها بسنة أو سنتين، وهو ما تمس الحاجة إلى الفتوى به الآن. وصلت وزارة الداخلية المرحلة 12 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% وبجودة عالية عبر فروع كبرى السلاسل التجارية المشاركة فيها. المزيد في سياق هذا التقرير. بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. سلع ذات جودة عالية وأسعار مخفضة تتوفر في إطار مبادرة كلنا واحد، والتي تأتي برعاية رئيس الجمهورية، حيث أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 12 منها لتوفير تلك السلع ب 776 فرعا ل 18 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، بتخفيضات تصل إلى 30% أو أكثر عن مسيلاتها خارج إطار المبادرة، مساهمة من وزارة الداخلية في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. السلاسل التجارية المشاركة معلن عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حس إن هو في كل أزمة بنلاقيه أول واحد واقف في ظهر الشعب، نشكره جدا على إن هو موفر لنا كل حاجة في السوق ومش حاسين بأي أزمة، الحمد لله كل حاجة متوفرة في الوقت الطبيعي. حلو إن توفرتوا الحاجات دي لينا كده في وقت إحنا صعب فيه مع الفترة اللي إحنا فيها دي، ومتوفرة بأسعار كويسة وموجودة بكل الاحتياجات اللي إحنا محتاجينها. الكميات اللي موجودة كافية والحمد لله ما فيش زحام، وشايف إن الأسعار كويسة الحمد لله يعني. الناس المفروض تاخد على قد حاجتها بس، ما تاخدش زيادة، أنت كده بتعمل ضغط على السوق. فرح بلدنا كمان. كميات كبيرة من السلع تتوافر داخل أفرع السلاسل التجارية المشاركة، بما يكفي الحصول المواطن عليها دون حدوث تكدسات، وبما يضمن سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته، وهي إجراءات تحرص السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة على تفعيلها. المبادرة المرة دي فيها شقين احنا بنشتغل عليه، والشق الأولاني خاص بتوفر المنتجات نظر للظروف اللي بتمر بيها البلاد بأسعار تنافسية، والشق الثاني الخاص بالمكافحة الصحية لفيروس كورونا. بنعمل مسافات بين كل عميل وعميل حوالي متر تقريبا، متر ونص، بحيث يبقى في عدم اختلاط بين العملاء وبعضها. بنعقم الموظفين بتاعتنا وبنلبسهم جوانتيات وكمامات برضو عشان نختلط مع العملاء. قبل ما بنخش وزعوا علينا الجوانتيات والماسكات، أنا حتى معايا مطهر، هم مطهرين الحاجة قبل ما أدخل. مديريات الأمن أعدت وبالتنسيق مع كبار تجار الجملة بالمحافظات سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من الشوارع والميادين والقرى لضمان استفادة أكبر قاعدة ممكنة من المواطنين من هذه المبادرة، التي شاركت فيها أيضا منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي طرحت فيها تلك السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو الهدف الرئيسي من تلك المبادرة في كافة مراحلها. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة. We'll be right back.